حزب الاستغفار الأسبوعي للحسن البصري رضي الله عنه. استغفار يوم الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يرد عنك دعائي، ويطيل في سخطك عنائي، ويقصر بي عنك في أملي. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يميت القلب ويشعل الكرب ويشغل الفكر ويردي الشيطان ويسخط الرحمن، فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك، والقنوط من مغفرتك، والحرمان من سعة ما عندك. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب مقدت نفسي عليه إجلالا لك، وأظهرت لك التوبة فقبلت، وسألتك العفو فعفوت، ثم عاد بي الهوى إلى معاودته، طمعا في سعة رحمتك وكرم عفوك، ناسيا لوعيدك، راجيا لجميل وعدك. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يوجب سواد الوجه يوم تبيض وجوه أوليائك وتسود وجوه أعدائك، إذ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فتقول: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب فعلته وصمت عنه حياء منك عند ذكره، وكتمته في صدري وعلمته مني، فإنك تعلم السر وأخفى. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يبغضني إلى عبادك، وينفر عني أولياءك، ويوحشني من أهل طاعتك بوحشة المعاصي وركوب الحوب وارتكاب الذنوب. فصل يا رب وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى الكفر ويطيل الفكر ويورث الفقر ويجلب العسر ويصد عن الخير ويهتك الستر ويمنع اليسر. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدني الآجال ويقطع الآمال ويشين الأعمال. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين.